اليوم بعد تقريبا سنة من إطلاق التحالف العملياتي للمنتدى السوري والسامز والدفاع المدني السوري، كان هذا المشروع بترميم سوق الهال أو سوق الزيت كان هو أحد أهم المشاريع التي أطلقها هذا التحالف. طبعا يضم هذا السوق ما يقارب 110 محلات، كانت هذه المحلات تقريبا شبه معطلة بفعل يعني الحرب لمدة 13 سنة، وبفعل أيضا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا، سيساهم بشكل كبير لرفع المستوى الاقتصادي لهؤلاء الأشخاص ودعم هذه المادة بشكل مباشر. منطقة عفرين لوحدها هناك 11 مليون شجرة زيتون، إذا هذا الصرح وهذا المكان الاقتصادي والداعم للقطاع الزراعي هو يدعم ثروة وطنية كبيرة. رمموا هذا السوق وصار أفضل من قبل بنسبة 85%، وأقبال الناس عليه صارت أفضل. هذه الخطوة جيدة بالنسبة للشعب وبالنسبة للمنطقة كشكل عام.